الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبل ريق العيدان المصلوبين في النار بيقول ايه؟ مشكلة السور اللي بين ام جمال وفرج مشكلة ممكن تحصل بين اي اتنين من اهل البلد وعموما المشكلة معروضة قدام القضاء والكل لازم يحترم كلمة القضاء وايه علاقة فرج ببقية المتهمين؟ اعتقد ان انا مش عايزك تعتقد انا عايزك تقول لي اللي انت تعرفه بس هو ده اللي يهمني الحقيقة ساعة البنا معرفش ايه نوعية العلاقة اللي بين فرج وبين المتهمين دول اللي جايين من حتة احنا ما نعرفهاش وايه علاقة فرج برضا؟ علاقة نسب فرج يبقى واخد اخت رضا والاتنين من اكرم اهل البلد وانت ايه علاقتك الشخصيه بفرج اصدقاء عمر ونسايب شاكر اخو مراته يبقى جوز بنت خالي ولما البلد كلها اسره واحده بالشكل ده ليه بتتخانقوا وعاملين مشاكل وجعل لنا دماغنا هما في النهايه بشر يا بيه وفي النهايه هيحلوا مشاكلهم بنفسهم باذن الله الضفر عمره ما يطلع من اللحم يا عسكري يا فندم انت خلي الباب مفتوح اقفل الباب يا فندم مالك يا فرج سرحان كده ليه زي ما يكون سهم الله نزل عليك انا في حلم ولا في حلم مالك يا فرج حاسس بحاجه انا مش مصدق وداني ابدا ناجي يقول كل الكلام ده في صالحي اكني ما حصلش حاجه ابدا انا مش فاهم حاجه خالص بكره هتفهم كل حاجه افهم ايه أنا كنت متصور إن دي فرصة ناجي علشان ننتقم منه. الكلام اللي قاله عكس اللي أنا كنت متصوره خالص. اللي عمله ناجي ده إنه بيطبق تعاليم المسيح. أنا مش فاهم حاجة خالص. مش فاهم حاجة خالص. لو عارفه كويس ما تستغربش من شهادته. يمكن اتغير. ناجي دلوقتي غير ناجي اللي كنت بتعرفه. وإيه اللي غيره على الشغل؟ دول 20 سنة. وهي 20 سنة تغيروا كده؟ مش العشرين سنة اللي غيرته أمال إيه؟ اللي غير ناجي قادر وعظيم قدرته ملهاش حدود وعظمته ملهاش مثيل مين يا فهيمة؟ مين؟ المسيح يا أبا المسيح شهادتك النهاردة محيران يا ناجي ليه يا خالد؟ أنا كذبت ولا شفت ظهور يعني ولا حاجة؟ لا يا ابني مش قصدي
احنا افتكرناك تنتهزها فرصة وتجر رجل فرج وتلبسه جناي. يعني الناس كانت شايفاها فرصة تخلصنا من فرج وظلم. يا جماعة انا شهدت بالحق. واللي انت شهدت بيه ده يا ابني هيطلعه زي الشعرة من العجين ويخليه يرجع يفتري تاني في الخل. ده مجرم ومكانه السجن. حالا يا شاكر ما حكمت عليه وسجنته يا راجل. مش انا اللي حكمت عليه، ده عمايله اللي بيعملوا فرج ده، مش ضدنا احنا، لا ضدي ولا ضد ام جمال ولا ضد اهل البلد. امال ضد مين؟ ضد ربنا. الشر اللي بيعمله ده في حق ربنا، وربنا هو القادر انه يحاسبه ويدينه ويعاقبه. يعقوب الرسول بيقول: فمن انت يا من تدين غيرك؟ واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص ويهلك. طب واحنا هنعمل ايه؟ نسامحه. نسامحه؟ نسامحه ده كتير عليه قوي يا ناجي. كتير على مين يا خالي؟ على فرج. على فرج يا ناجي. واللي عمله واللي بيعمله معانا ربنا ده كتير ولا قليل؟ كتير طبعا. الله غفور رحيم، طويل الروح، كثير الرحمة، لكن احنا لازم نغفر زيه، لان شرط غفرانه لينا ان احنا نغفر لبعض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. صح، دي الصلاة الربانية اللي بنصليها كل يوم ومش بنفكر في الكلام اللي بنقوله. عندك حق يا ناجي. بغبغانات، احنا بغبغانات يا ولاد. بعد المسيح ما علم تلاميذه الصلاة الربانية أكد على نقطة مهمة جت فيها. نقطة إيه؟ نقطة الغفران. المسيح بعد ما ختم الصلاة بأمين قال: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. الله، ده شرط بقى، شرط. في يوم جه بطرس للمسيح وسأله: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى سبع مرات؟ سبع مرات؟ سبع مرات كتير أوي يا ناجي. كتير يا خالي؟ طب اسمع المسيح قال له إيه. المسيح قال له: لا أقول لك إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات. سبعين مرة سبع مرات. وبعدين حكى لهم مثل الملك والعبدين. ها، في حد تاني حاسبه؟ ايوه يا مولاي. في مين؟ العبد عزرا. ولسه ما سددش ديونه؟ لسه يا مولاي. عزرا ده دايما مديونه، واللي يبتدي يدين عمره ما بيخلص ديونه. دين يجر دين يجر دين، ودينه كبير. كبير قوي يا مولاي. كام؟ 10,000 وزنه. يا كل ده؟ ايوه يا مولاي، ده غير الفوائد. وبعدين هنعمل فيه ايه ده؟ هيدفع كل ده منين؟ اللي تشوفه يا مولاي. هو فين؟ هو موجود برا منتظر. انت هو اتخانوا عزرا. مولاي ايه، عندك سد الدين؟ لا يا مولاي ما عنديش. ودينت كل ده ازاي؟ ظروف يا مولاي. عبدتك مراتي مرضت وطال مرضها، والعلاج غالي واطفال صغيرين. يعني ما عندكش تسدد؟ بصراحة لا يا مولاي. اذا يتباع العبد ده ومراته واولاده وبيته وكل اللي عنده يسدد الدين. امر مولاي. يا حراس أرجوك يا مولاه، أرجوك أتبص إليك. أنا مراتي ليها 4 سنين مبنية في الفراش، لا هي حية ولا هي ميتة. 4 سنين؟ بتقول 4 سنين؟ أيوة يا مولاه، 4 سنين ما بتفرجش فيها غير عينيها. لون واسعة كلها حزن وألم، ولون عيونها المفتحة دي أنا كنت دفنتها. تدفنها إزاي وهي لسه عايشة؟ ما عايشة ومش عايشة يا مولاي. أنا كنت ناوي أشتغل وأسدد الدين اللي عليا، لكن الولاد في رقبتي بربيهم بدل من امهم. لكن لو مولاي يصبر عليها شويه انا هوعدك ان اشتغل ليل نهار ونهار وليل لحد ما اسدد الدين. بس ارجوك اصبر عليا شويه يا مولاي. خلاص، ما دام مش قادر انا هعفيك من الدين. يا وزير مولاي اشطب الدين كله، راجل مسكين. تم سداد الدين بامر الملك. اشكرك يا مولاي، اشكرك. هفضل عايش طول عمري مديون لك بعمري، انا ومراتي وولادي. مبروك يا عزرا، مبروك. الله يبارك فيك. ياه، 10,000 وزنة؟ طب ده انت لو قعدت تشتغل يجي 50 سنة ما كنتش هتقدر تسدد. الف مبروك يا عزرا، الف مبروك، انا فرحت لك قوي. ايوه يا اخويا خدني بدوك، خدني. فين اللي عليك؟ اصبر عليا شويه وانا هسددهم لك. اصبر عليك
اصبر عليك ازاي؟ دول 100 دينار. 100 دينار؟ طب دول يجوا ايه؟ في اللي عفاك منهم الملك. مالكش دعوه انت. يا راجل حرام عليك، واجب عليك تسامحه زي الملك ما سامحه. عيب يا عزرا. ارجوك يا عزرا، المحصول اتحرق والعرض ما بتجيبش، اصبر عليا شويه وانا هسدد لك الدين. اصبر عليك ازاي؟ دول 100 دينار. يا شرطه يا شرطه. عزرا يا اخويا ارجوك اصبر عليا شويه. اخوك؟ انا اخوه ايه؟ انا مش اخو حد يا حبيبي، ده انا هحطك في السجن. وصل لعلمي يا مولاي ان العبد عزرا بعد ما خرج من هنا قابل عبد تاني زميل اسمه منسى، كان مديله ب 100 دينار، فضل يتحايل عليه ويتوسل له انه يصبر عليه، مرضيش. مرضيش؟ مرضيش ازاي؟ كده يا مولاي اخده ورماه في السجن. في السجن؟ ايوه يا مولاي، رماه في السجن لحد ما يسدد الدين اللي عليه. احنا سامحناه في كام؟ 10,000 وزنة. وزميله كان مديله بكام؟ ب 100 دينار. انت هو هتوه هنا حالا. تعال هنا يا وحش يا مجرم، بلا الدين الكبير اللي كان عليك ده كله. 10,000 وزنة سبتهم لك، سامحتك سددتهم لك لما طلبت مني، وانت مش كنت ترحم العبد زميلك زي ما انا رحمتك؟ يا وزير مولاي خدوه، خدوه ايدوا ايديه ورجليه، اضربوه عذبوه اجلدوه، ارموه في السجن لغايه ما يسدد الدين اللي عليه كله. ما نسامحوش زي ما هو ما سامحش زميله. يلا خدوه جرجروه بره. وبعد كده المسيح قال لهم: هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. يا خبر يا ناجي، دي حتة حكاية. صح صحيح، العبد الشرير ده يستاهل كل اللي حصل له، بقى سيده يسامحه في كل ده وهو ما يسامحش زميله. المسيح غفر لي كل ده، وأجي أنا النهاردة أحس بفرج وأطالبه بدينه تمام زي ما عمل العبد الشرير ده، علشان كده شهدت له الشهادة الحلوة دي قدام النيابة. أنا دلوقتي عرفت أنت عملت كده ليه. عارف يا خالي، أنا لما رحت فلسطين شفت هناك بعناية اللي عناه المسيح واستحمله علشاني. أنت رحت فلسطين كمان؟ أيوه رحت وأنا بدور على الراحة والسلام، وهناك بعد ما زرت بلاد كتيرة شفت الأرض اللي عاش عليها المسيح من 2000 سنة، وفي فلسطين تتبعت خطوات المسيح. حسيت بسعادة وراحة وانت بتزور الأماكن المقدسة دي؟ كنت متصور كده، لكن للأسف ما حصلش. ليه يا ناجي؟ لأني رحت متفرج سايح. ناس كتير زي بيروحوا متفرجين وسياح وتجار كمان، بيشوفوا بعينيهم الأرض العزيزة الغالية، لكن للأسف قلوبهم بعيدة عنها خالص. وانت حصل معاك كده زيهم؟ مش بالظبط، لكن قلبي كان لسه فاضي، الفراغ هو هو. علشان كده وانا واقف قدام أغلى الأماكن وأعزاها كان العطش لسه جوايا. وبعدها عرفت ان العطش ده ما يترويش إلا بالمسيح. يعني زيارة الأراضي المقدسة ما نفعتش؟ طلعت على فشوش. يا خسارة. وبعدين حصل ايه؟ وبعد كده حادثة الطيارة. حادثة الطيارة؟ هو أنا ما حكيت لكوش؟ لا لا ما حكيتش. أحكي لكم. بطاع يا رب استر، الحقونا الحقونا يا ناس، هنموت. الرجلة الطيارة حطاح، الطيارة حطاح، هنموت. Thank you.
ايه يا ليزي؟ معجزه معجزه طبيه. الحمد لله. طبعا ما كانش حد يقدر يعمل العمليه دي غير الدكتور سامي وجاني. هاي سام. هاي بيبي. الو ايوه ايه كده حالة دخورت؟ طيب انا جاي حالا. دادي انا هاجي معاك. المرة دي المعجزة الإلهية مش معجزة طبية. أنا برضو مصر إنك عملت نجاح طبي عظيم. دي مسألة ملهاش علاقة بالنجاح البشري. في معجزة أكتر من إني أفقد الأمل في دقات القلب وأتوقف عن التدليك وأسلم أمري لله وفجأة يستعيد القلب دقاته. لا ويشتغل بصورة منتظمة طبيعية جدا. ده عمل إله معجزة إلهية. طبعا مفيش شك. وأخبار المصاب السوداني بتاع حادثة العربية؟ مش بطال. عملنا كل اللي ممكن يتعمل والباقي بقى على ربنا. كل حادثة أشنع من التانية. معرفش الاتنين دول نجوا إزاي. عمره ربنا يشفيهم هما الاتنين. تجربة عجيبة ومرعبة ورائعة يا خالي. رائعة. رائعة ايه بقى يا اخويا؟ ايه الرائع في تجربة سيدي؟ انفجار طيارة في الهواء ووقوعها في الخلا ومستشفى وجراحة وعمليات، كل ده وتقول لي رائعة؟ لازم اتعرف على ناس حلوين في المستشفى، الدكتور يعني وممرضات. ما يتعرف، انت مالك انت؟ الحقيقة انا اتعرفت على حاجات كتير قوي. الحادثة دي كانت باب ضيق انفتح لي على عالم كبير واسع ما كانش ممكن ابدا هتعرف عليه الا عن طريق المستشفى. يا سلام. عم ابراهيم استاذ نادي افتحوا. عم ابراهيم. طيب طيب. ايوه ايه يا نادي؟ في ايه؟ ام جمال مالك؟ جرى لها حاجه؟ اختفت. يعني ايه اختفت؟ مش في البيت، يمكن في الغيط. ولا في الغيط؟ الا تكون راحت لحد من جيرانك؟ ولا عند حد من الجيران يا استاذ نادي. يعني ايه؟ يعني يا قلبي يا حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان كانت بشاير الربيع فوق الغصن الوان يا قلبي يا تايه ورا وهمك ودع شقاك وقطع حبال همك وارسم على صفحتك عصفور ووردايا وزع بشايرك على القلوب وابنها من فرحك الشر يكوي القلوب والنار يحرقها والرب يرعى الشعوب وخيره يرزقها ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها وهو يشبع كل اشواقها يفرد جناحه الكبير ويقول لنا من فوقها يفرد جناحه
جبال.